نقف الآن أمام جزيرة ميون، هذه الجزيرة المطلة مباشرة على مضيق باب المندب، المضيق الذي كان يستقبل عشرات السفن والناقلات بشكل يومي قبل أن تبدأ ميليشيات الحوثي بتنفيذ هجمات صاروخية على السفن التجارية في هذا المكان أمام هذه الجزيرة، جزيرة ميون. للحديث أكثر عن الصراع المحتدم هنا في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبالتحديد أمام جزيرة ميون المدخل الرئيسي لمضيق باب المندب، نشاهد أن ضربات الحوثي أثرت تأثيرا كبيرا على الملاحة الدولية وعدم مرور البوارق والبواخر التجارية في الممر نتيجة الضربات التي تتلقاها من قبل عصابة الموت الدمار الحوثية المدعوة من إيران، وعلى هذا الأساس خفت حركات المواني، حركة البواخر من الممر الدولي، وبدل ما كانت تمر مئات البواخر يوميا أصبحت الآن تمر بواخر في باخرة أو من باخرة إلى باخرتين يوميا. إذن الاستهداف المباشر للسفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي هنا في هذا المكان في باب المندب، الخط الأكثر أهمية على مستوى العالم، السفن التجارية التي كانت تمر في البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك هنا أمام هذه الجزيرة أصبحت كما نشاهد في الصورة لا تمر إلا سفن قليلة جدا. ميليشيات الحوثي بهذه الضربات أربكت خطوط التجارة وسلاسل التوريد. ردفان الدبيس لقناتي العربية والحدث من أمام جزيرة ميون.